Le Grand Direct, 19h, 20h30. Le Grand Direct avec Khadija Sifi. Le Grand Direct, كان رحبو هاد المساء بالسيد بوحدو اللي هو فاعل جمعوي. وموضوعنا بطبيعة الحال هو الحديث عن دور الجمعيات والخدمات اللي كتقدمها هاد الجمعيات هذه للمواطنين. فكيف ما ذكرت ضيفي هو السيد مصطفى بوحدو رئيس الفضاء الجمعوي وعضو مجموعة نداء الرباط. مساء الخير أستاذ، مرحبا بك معنا الكرون ديريكت. شكرا بزاف على هذا الفرصة اللي غادي تتيحوها لنا والاهتمام اللي كتعطيو لهذا الموضوع اللي هو عنده أهمية بالغة في التطور ديال المجتمع المغربي وفي التطور ديال الديمقراطية في البلاد. مرحبا بك. أولا أنا كنشكرك لأنك جيتي لنا من مراكش لهنا، وهذا شرف لينا باش انه الناس يتديبلاصاو من مراكش هداف، هذا شرف لينا، وكذلك لانك تلبيتي الدعوه ديال لو غون ديريكت. فاليوم كيف ما ذكرت هو يعني الحوار على الجمعيات، بحيث دعا رئيس الحكومه عبد الاله بن كيران الى انهاء الصراع ما بين المجتمع المدني والمؤسسات الرسميه في المغرب، بعد ان حمل الدستور الجديد الثقه بمؤسسات المجتمع المدني ودورها في كافه مجالات تدبير الشان العام. عدد الجمعيات ببلادنا وصل اليوم إلى 1000 جمعية، كتزايد بمعدل حوالي 10000 جمعية سنويا. والحوار الوطني للمجتمع المدني اللي دعا ليه رئيس الحكومة من المفروض أنه يجيب على عدد من الأسئلة والإشكالات اللي كطرح في واقع المجتمع المدني، من قبيل قضايا كترتبط بحرية تأسيس الجمعيات اليوم، وكيفاش كتدبر هذه الجمعيات هذا أمورها من الناحية المالية والإدارية. غادي نحاولوا نجاوبوا على هذه الاسئله هذه معاك، كما غادي نحاولوا اننا نقيسوا درجه اهتمام المواطن المغربي بالجمعيات والدور اللي كتلعبوا اليوم في الحياه ديالو. في البدايه استاذ بوحدو، ما يمكنناش نغفلوا على المقاطعه ديال بعض الجمعيات للحوار الوطني للمجتمع المدني، شنو السبب؟ في الحقيقه المقاطعه ماشي مقاطعه ديال الحوار، لابد من مادام حنا في هذا المنبر الاعلامي لابد ما نرجعوا للسياق اللي جا فيه هذا الشيء. نعم. اليوم كل شيء كيعرف بانه هذا الحوار اللي تفرض اليوم هو ماشي خيار ديال وزاره معينه او خيار ديال لون سياسي معين. هذا فرضته المرحله، لانه تاريخيا الجمعيات كانوا كيناضلوا من اجل الاعتراف بهم كفاعل في عمليه ديال التنميه بشكل عام. نعم. بمعنى اخر اللي يمكن يكون اكثر بلوره من الناحيه العلميه، هو انه اليوم لم نعد نقبل كجمعيات او كمواطنين ان يتعامل معنا كموضوع للسياسات العموميه. يجب التعامل معنا كفاعلين في السياسات العموميه، ماشي كموضوع ديال السياسات العموميه. وهذا الشيء ما لقيتيهوش بالفرنسيه. تنقولوا نو نو سوم بلو ولا نو سوم با دي زوبجي دي بوليتيك بوبليك، نو سوم دي سوجي دي بوليتيك بوبليك، نو سوم دي زاكتور دي بوليتيك بوبليك. بمعنى الحوار اللي كنطمحوا له اليوم هو حوار اللي كيشركنا وكيتداول معنا في اتخاذ القرارات الكبرى. احنا انخرطنا في هذه الديناميه بحسن نيه وتعاملنا معها بحسن نيه، ولكن بان لنا انه ما آلت اليه التطورات والاعداد تشوبه مجموعه من 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 العيوب. طيب بلغه اخرى شنو اللي خسر خاطركم؟ لا اللي بغيت ناكد عليه هو باش نبسطوا الحديث، اللي بغيت ناكد عليه هو احنا لا نقاطع الحوار. نعم. احنا تنقاطعوا لجنه تنعتبروا انها تصاغت باشكال غير ديمقراطيه. اما الحوار حنا اللي كنا مطالبين به، وحنا اللي كنا لسنوات عده كنطالبوا باش يكون الحوار، كنطالبوا باش يكون اشراكنا في السياسات العموميه، كنطالبوا باش يكون نظرا للادوار ديالنا، نظرا للمهام ديالنا، نظرا للمساهمه ديالنا. اذا اليوم انتم كترفضوا هذه الصيغه اللي جات بها اللجنه؟ كنرفضوا هذه الصيغه اللي جات بها اللجنه. طيب اذا بغيتي نذكروا بشكل شنو هي الصيغه اللي فرضتها اللجنه بشكل دقيق؟ هو انه المساله الاولى هو انه تم التعامل معنا كأشخاص، حوار حول المجتمع المدني في الهيئة ديالو الجمعيات غير ممثلة. يبان لنا هذه القضية غير لا تستساغ. نعم. ما كما تيقولوا ما راكباش. إذا كان شي حوار حول المجتمع المدني المعنيين الأولين به هما الجمعيات، من المفروض يكون الحضور ديالهم في الهيئة اللي ستشرف على الحوار. ولكن تبارك الله انتم بكم بزاف، واش درتوا شي ناس اللي غادي انتم مثلا درتوا الناس اللي غادي تكلفوا باش واحد جوج الناس ولا ثلاثه اللي مؤهلين باش انهم يهضروا على جميع الجمعيات؟ لان تبارك الله راه 100 جمعيه او عفوا 1000 جمعيه عندنا. لا ماشي 1000، اليوم الوزير كيتحدث على 90000
كانت انا على حسب شو بالي كان نعم كانت الامانه العامه للحكومه في سنوات ليست ببعيده تقول 48000 اليوم السيد الوزير انطلاقا من المعلومات اللي وصلته تيقول 90000 جمعيه ولكن غير التمييز انه في المغرب ما عندناش مجموعه ديال الاطارات القانونيه المنظمه للفعل الشعبي عند الجمعيات الجمعيات ديال الكاراتي الجمعيات ديال الكتاتيب القرانيه الجمعيات ديال الموسيقى كل شيء جمعيات هذا هو الاطار القانوني الوحيد اللي عندنا بمعنى انه في هاد 90000 الا خدينا الجمعيات اللي بداك التصور اللي حنا كنتصوروه بتقديري غادي نلقاو واحد 40-45000 ووسط هاد 45000 شكون الجمعيات اللي كتشتغل على الحياه العامه لان هاد الحوار ما كيعنيش الجمعيات مثلا نعطيك انا مثال انا كنعرف بانه مثلا في الباجير ثلاث المشروع الوطني لتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب 31000 نقطه ماء وكل نقطه ماء تاسست لها جمعيه بمعنى 31000 جمعيه واش الجمعيات اللي كيسيروا نقاط الماء في الدواور معنيين بهذا الحوار العمومي حول المشاركه في السياسه العموميه حول الملتمس حول كذا بمعنى انه يجب اخذ هذا الشيء بجديه باش يتحطوا معايير باش نعرفوا شكون الجمعيات اللي كتشتغل على الحياه العامه وشكون الجمعيات اللي كتشتغل على الحياه الجمعويه وبالتالي انا تنظن بان هذه الجمعيات كثار ومن مختلف المشارب الفكريه وحنا في هذه اللجنه اللي كانت بدات في الاول كتشتغل مع السي اسماعيل العلوي وكتفكر معاه طرحنا حتى هذا الاشكال ديال ما خصناش غير لا بغينا نقولوا مرجع فكري واحد او لون واحد من الجمعيات خص يكون تنوع باش يكون فعلا حوار وطني هذا كيبين باننا حنا انخرطنا بحسن النيه ما نخرطناش اذا هنا الى جينا للمجالات اللي كتخدم فيهم هاد الجمعيات غير الجمعيات اللي كنقولوا ما كتخدمش كتخدم من اجل الفعل التنموي شحال العدد ديالهم شنو المجالات اللي كتخدم فيها الى غير ذلك صعيب نعطي شي رقم اعطيني غير المجالات نعطي المجالات نعطي المجالات نعم هي المجالات الان اللي كتخدم فيهم هاد الجمعيات المجالات هي كثيره كاين المجالات المرتبطه بالحكمه مثلا مناهضه الرشوه الدفاع عن المال العام تخليق الحياه العامه كاين جمعيات تشتغل على حقوق الانسان المناهضه ديال التعذيب المناهضه ديال واحد المجموعه ديال الخروقات الدفاع عن الحقوق المدنيه والاقتصاديه والبيئيه والثقافيه كاين جمعيات كتشتغل على حقوق المراه كاين جمعيات كتشتغل على البيئه كاين جمعيات كتشتغل على التنميه الديمقراطيه يعني المجالات كلها تقريبا كتغطيها هاد المبادرات الجمعويه وكتغطيها المبادرات المواطنه واش على حسب الاهميه ديال المجال كنخلقوا جمعيات ولا كاينين هناك يعني تفاوت في عدد الجمعيات على حسب المجالات هو صعيب الواحد يدير يعطي راي في هاد القضيه لان خص دراسه وخص معطيات وخص كذا لان كاين بعض القضايا اللي هي مهمه مثلا حقوق الانسان حقوق المراه الى غير ذلك فمثلا ما نقدرش نقول لك بانه ديك قطره الماء خدات واحد 20 جمعيه ونجي لحقوق الطفل وحقوق المراه نلقى جوج الجمعيات او ثلاثه ديال الجمعيات لان غير خصنا نميزوا بانه كاين بعض المجموعه ديال الجمعيات اللي خلقات داخل برامج حكوميه واللي تخلقات بهدف يتعطاها التسيير ديال المرفق العمومي لانه الدوله بعض المرات كتاسس شي مرفق عمومي وكيصعب عليها الضمن التسيير ديالو وبالتالي كتخلق جمعيات للتسيير ديالو نلاحظوا بانه حتى مع مثلا المبادره الوطنيه للتنميه البشريه واحد المجموعه ديال المشاريع اللي تعطى التسيير ديالها للجمعيات هادو نوع خاص ديال الجمعيات اللي كي بحال بغينا نسميوهم نقدروا نقولوا جمعيات اللي كيسيروا بالتفويض كيتفوض لهم التسيير ديال المرفق مثلا خيريه او مركز ثقافي او مركز متعدد الاختصاصات او نقطة ديال الماء أو مرفق معين وكاين بعض المجالات اللي ما كيمكن ينخرط فيها ويلتزم فيها إلا اللي عنده هم ديال الديمقراطية هم ديال تطوير المغرب هم ديال واحد المجموعة الأمور ومنهم مجال ديال حقوق الإنسان وحقوق النساء والتنمية الديمقراطية وكذا لأنه مجالات اللي نوعية شيء ما وكتطلب قناعات معينة وكتطلب قراءات معينة وكتطلب واحد درجة عالية من الالتزام إذا نخليك أستاذ بالحدوث أنك تقيم لي الآن العمل الجمعوي في المغرب كيفاش كتشوفه؟ وانا اعتقد تاريخيا الجمعيات في المغرب لعبوا ادوار طلائعيه واذا سمحتي لي تعطيني شويه الوقت نرجع شويه نذكر باهم المحطات التاريخيه ديال العمل الجمعوي في المغرب
انا من خلال قراءتي انا نخليك انت تقيم كرجل جمعوي وفاعل جمعوي وكذلك من بعد غادي ناخذوا المكالمات ديال الساده المستمعين لان هذا هو المهم اللي بغينا نناقشوا اليوم ماشي علاش خرجتوا من الحوار وعلاش كيفاش شنو الحيثيات لا شي ما كيهمناش بكثر ما كيهمنا كيفاش يعني المواطن كيشوف الدور اللي كتلعبوا اليوم الجمعيات هو بجوج مهمين في الحق الدور اللي كيلعبوه الجمعيات مهم جدا ولكن ما يقع اليوم نمر من مرحله حاسمه وما خصش يكون عندنا فيها الغموض لا بين لا عندنا احنا كجمعيات ولا عند الحكومه ما خصش يكون غموض نعم. لانه في الاول طرحتي بانه السيد رئيس الحكومه يقول انتهى الصراع انا اعتقد ما كناش في علاقه صراع كنا في علاقه تفاوض لانه ما عمرنا تصورنا راسنا حنا مع اي حكومه كانت بان في علاقه صراع نعم. لانه تنقولوا حنا في علاقه تفاوض وبناء الدوله الديمقراطيه جيد وهذا بناء الدوله الديمقراطيه تقتضي يكون عندنا شويه كما تيقولوا انسبري اوفير وباقي لحد الان يكون عندنا الانفتاح باقيين تنتفاوضوا لانه كيكون عندنا واحد العقل مفتوح ويكون عندنا شويه ديال اتساع في دماغنا باش نقدروا نتفهموا بحق الاخر في الوجود لان اليوم اللي مطروح هو واش هذا الحوار غادي يكون حوار فعلا من اجل تاسيس الدوله الديمقراطيه خص منطلقاته تكون ديمقراطيه أكيد. ولا غادي نديروا حوار باش نخويو المكتسبات الدستوريه من المضامين ديالهم ومن التاويل الديمقراطي اللي ممكن نعطيوهم طيب صحيح اذا شنو تقييمك اليوم للعمل الجمعوي العمل الجمعوي بعجاله يمكن لي نقول انه لعب ادوار طلائعيه في تاريخ المغرب انا اعطي محطات كبرى المحطات الكبرى كاين المحطة الأولى اللي بدأت مع حركة المقاومة من أجل تحرير ديال المغرب بتأسيس جمعية طلبة شمال إفريقيا في 1927 والدور اللي لعبته بجانب الحركة الوطنية وخاصة على مستوى فرنسا وعلى مستوى واحد المجموعة ديال الدول والدور اللي لعبوه الجمعيات من بعد 56 في واحد المجموعة ديال الأوراش منها محاربة الأمية منها فتح بعض المجموعة ديال المسالك ديال الطرق منها واحد المجموعة ديال التنظيم ديال الطرقات واحد المجموعة ديال الامور المحطات الاخرى اللي لعبتها لعبات ادوار طلائعيه اولا في بعض القضايا الكبرى منها مجال حقوق الانسان وكنا كنعرفوا الدور اللي لعبوه الجمعيات في القضايا الكبرى وعلى راسها مثلا المعتقل ديال تزممرت كيفاش الجمعيات هما اللي خرجوا هذا الشيء للوجود وكيفاش الجمعيات هما اللي ناضلوا من اجل هذا الشيء كيفاش تم النضال على واحد المجموعه ديال القوانين مجموعه الحريات مجموعه كذا ولكن في نفس الوقت كان لنا الشرف كجمعيات ديال السبق وانا اعتقد الا سمحتي لي هذه نقطه اساسيه نعم الجمعيات في اي مجتمع هي منظمات وتنظيمات بسيطة وصغيرة مسلسل اتخاذ في القرار فيها بسيط وبالتالي يمكن لها تغير الاتجاه يمكن لها تغير القرار بسرعة يمكن لها تغير بسهولة هذا هو اللي كيخليها تلعب الأدوار الطلائعية في حين أن الدولة بحال شي تران طويل إلا بغى يدور خصو مسافة طويلة وبالتالي خص الناس اللي في الحكومة يفهموا بأنه الجمعيات هي اللي كتلعب الدور الطلائعية هي اللي كتبادر المبادرات التجارب الجديدة هي اللي كتوحط واحد المجموعة الأمور ومن اللي كتنضج كتبناها الدولة لاحظنا هذه القضية فيما يتعلق بالأمازيغية كان سبق الجمعيات عاد جا المعهد الملكي لاحظناها في مجال حقوق الإنسان عاد جا ليوهار وجات المصالحة وجا كذا لاحظناها في محاربة الرشوة كانت ترانسبارونسي وكان واحد المجموعة ديال العمل النضالي عاد جا المجلس لاحظناها كذلك في المدونة لاحظناها في واحد المجموعة ديال المجالات ولاحظناها كذلك في مجال المقاربات لا أحد ينكر اليوم بأن أول من دخل المقاربات التشاركية للمغرب هما الجمعيات وأول من دخل المقاربة النوع هما الجمعيات وأول من دخل المقاربة الحقوقية هما الجمعيات اليوم صبحت الجمعيات سلطة لا عندها سلطة سلطة يمكن نسميها سلطة خامسة يمكن نعتبرها اليوم أنها سلطة خامسة ولكن خارج عملية الصراع باش ما يتفهمش بأننا لأنه في بزاف اللقاءات سمعنا بأنه الجمعيات الأحزاب واش يحلوا مكانهم واش يحلوا كذا حنا بالنسبة لنا الأمور واضحة دابا انت عطيتيني واحد الصورة نموذجية على الجمعيات ولكن واش كلهم الجمعيات هكا ولكن بعض الجمعيات اللي كتبان غير من أجل الاستفادة من الدعم ديال الدولة وأنها تكون عندها واحد النصيب من الميزانية المخصصة لهاد الجمعيات وأنا غادي نرجع لواحد المثال هذا تهضر لي على كل شيء ما تهضرش لي لأنك أنت رئيس
الجمعوي. غادي نرجع لواحد المثال تيستعملوه الفلاحه في المغرب. تيقول لك اودي الارض فيها الحجر وفيها الطوب. فين ما كان شي تجمع بشري كيما بغى يكون نوعه، ما كيمكنش نقولوا كل شيء خايب وما تيمكنش نقولوا كل شيء مزيان. لذلك اعتبرنا حنا انه تصريح ديال السيد الوزير في بعض الشهور هذه اللي هضر على الحكمات الجمعيات وهضر على التمويل وهضر على كذا، اعتبرناه بانه تصريح ليس في محله، لانه سبقنا في حكومات اللي سبقات وعندنا وثائق راسلنا الحكومات كنطلبوا في الشفافيه في التمويل، لاننا حنا عارفين بانه كاين بعض الجمعيات اللي تاسات وتأسست بالمنفعة العبوبية رغما على القانون. القانون تيقول خص على الأقل سنتين وتأسسوا جمعيات من تأسيس بالمنفعة العمومية. لاحظنا بأنه واحد مجموعة الجمعيات نظرا لوجود أشخاص نافذين في السلطة فيها عندها الولوج للتمويل وعندها الولوج لكذا وعندها الولوج كذا، ممكن أنه يفقد هذيك الثقة ديال المواطن اليوم في بعض الجمعيات. غادي نرجع لهذه المسألة. الله يخليك أستاذ بوحدو، كنتوقفوا للحظات الآن مع نشاط الأخبار مع شعيب حمادي. غادي نذكر فقط برقمنا اللي بغى يدخل بينا أو معنا اليوم حول الجمعيات 05-22-95-36-70 أو 05-22-95-36-80. كيفاش كتشوفوا اليوم نتوما كمواطنين الدور اللي كتلعبوا والخدمات كذلك اللي كتقدمها الجمعيات داخل المجتمع؟ خليكم معنا على أتلانتيك. أتلانتيك لو غران ديريكت على الرقم 05-22-95-36-70. هذوما أرقامنا وموضوعنا اليوم هو دور الجمعيات والخدمة اللي كيقدموها للمواطن. كيحضر معي دائما الأستاذ مصطفى بوحدو رئيس الفضاء الجمعوي وعضو مجموعة نداء الرباط. قبل ما ناخذ هشام من دار البيضاء، أستاذ بوحدو غادي نهضروا على الأدوار ديال المجتمع المدني، شنو الأدوار اللي كيتقدمها، وفي إطارها كذلك نهضروا على الخدمات. إذا بغينا نهضروا على الأدوار يمكننا نهضروا على أربعة ديال المجموعات الأدوار كبيرة. المجموعة الأولى يمكن نسميها هما الأدوار الحمائية، لأنه الجمعيات الحقوقية والجمعيات اللي كتشتغل على التنمية الديمقراطية عندها واحد الدور ديال حماية الحقوق وتطويرها وكذا. عندنا الأدوار ديال الرصد والتتبع ديال الفعل العمومي بما فيه أولا السياسة وبما فيه الخدمات المقدمة ونوعية الخدمات المقدمة. داكشي علاش كنفضلوا نبيعوا على الفعل العمومي ماشي غير على السياسة العمومية، لأن السياسة مجرد استراتيجيات ديال العمل وكذا، في حين أنه اللي كيهمنا كمواطنات وكمواطنين هو الخدمة في آخر المطاف المقدمة. إذن كتشكلوا مراقبة بالنسبة ماشي مراقبة، لأن المراقبة كاين أجهزة المراقبة، حنا كنديروا الرصد والتتبع باش يمكن لنا من بعد نديروا المساءلة ديال 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 الحكومات وديال المسؤولين المحليين حول ما يقع في الخدمات العمومية وفي المرافق العمومية. أما المراقبة عندها أدواتها وعندها أجهزة ديالها، ما كنطرحوش على راسنا حنا هذه القضية وما كننزعوهمش فيها. عندنا الوظيفة الثالثة هي الوظيفة ديال المشاركة. الوظيفة المشاركة اللي هي وظيفة أساسية واللي كتتعلق بكل ما يتعلق بالديمقراطية التشاركية، كل ما يتعلق بإشراك المواطنين، كل ما يتعلق بخلق قوة اقتراحية، كل ما يتعلق بالتأطير والتحسيس وكذا. وعندنا الوظيفة الرابعة هي الوظيفة ديال التعبئة الاجتماعية والتعبئة الاجتماعية بكل ما يرتبط فيها من العمل مع وسائل الإعلام، كل ما يتعلق فيها بالعمل مع النقابات، كل ما يتعلق فيها بالعمل مع أو لو بغينا نقول الإذكاء ديال النقاش العمومي حول القضايا الكبرى بما في واحد المجموعة ديال الأعمال. ولكن هادو هما لو بغينا نقولوا أربعة ديال المجالات الكبار ديال الاشتغال. فهذا الربعات النقاط اللي اعتزيني يا أستاذ بوحدو، فين كتجلى الخدمة اللي كتقدموها للمواطن؟ أنا تنظن كاع هاد المجالات فيهم خدمات فيما يتعلق بالحماية. ما غاديش نحتاج نذكر بالضبط، لا تهضر معايا بالملموس، يعني بالملموس. ماشي مجرد انك كنهضروا على شعارات، كنهضروا على حملات ديال التوعيه في الاعلام، لا شنو الخدمه اللي كتقدموا هنا للمواطن؟ بالملموس كاين شي خدمه تتقدم للمواطن اكثر مثلا من اللي كيدار اليوم في مجال حقوق الانسان. في الدفاع عن الحقوق المدنيه والاجتماعيه ومناهضه التعذيب ومناهضه الاعتقال التعسفي وواحد المجموعه ديال الامور اللي
كاين شي حاجه ملموسه اكثر من محاربه الرشوه واظهار الاثار ديال الرشوه على التاخر ديال الدوله وعلى الثقل ديالها على الاقتصاد الوطني؟ نعم. واش كاين شي حاجه ملموسه اكثر من 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 هذا من هذه الامور؟ كاين شي حاجه ملموسه اكثر من اننا كنرفضوا الممارسات الغير الديمقراطيه وان كنخلقوا نقاش وطني؟ كاين شي حاجه ملموسه اكثر من اننا تنقولوا بركه عندنا من الهضره على السياسه العموميه، خصنا نهضروا على الفعل العمومي؟ لان الا خدينا مثلا نعطيك غير نموذج ولكن غير من باب المثال لانه كيسري على بزاف القطاعات. مثلا اللي خدينا وزاره الصحه كنلقاو عندها استراتيجيه مزيانه زعما الا حديتيها كوثائق كرؤيه ككذا كحبر على ولكن واش هذا المواطن اللي في الدار البيضاء ولا في الرباط ولا في واد زم ولا في اقصى المغرب واش كيهمو السياسه كيفاش شافها الوزير؟ اللي كيهمو هو في السبيطار ملي كيمشي كيفاش كيتعامل مع الفرملي. طيب. اذا كوننا كنقولوا بانه خص التركيز ديالنا يمشي للفعل العمومي، يمشي للخدمه العموميه للمرفق العمومي، كاين شي خدمه اكثر من هذه؟ طيب وشنو رايك في الخدمه اللي او المساعدات اللي قدموها بعض الافراد مؤخرا بالنسبه للمناطق النائيه؟ فكانت مبادره جد جيده تطلقوها عبر المواقع ديال الفيسبوك ولكن قالوا احنا ما ندخلوش في اطار جمعيات. انا تنعتقد بانه المواطنين احرار في اختياراتهم. اللي بغى ينخرط في جمعيه مرحبا به، اللي بغى يدير مبادره في شكل اخر مرحبا به، ولكن اللي اساسي انا في نظري اللي اساسي هو خصنا ما نساوش بانه كاينه الدوله وكاينه مسؤوليه. لوش هذا ماشي تدني العلاقه ما بين الدوله والمواطنين ديال الجمعيات الا بغينا نقولوا، لان اليوم كنشوفوا واحد الافراد كيقولوا لا احنا غادي نخاطبوا المواطنين من اجل المساعده ديال المواطنين كذلك في المناطق النائيه، ولكن احنا ما غناخذوش الصبغه ديال الجمعيات، احنا ما غادي ندخلوش في دور ديال الجمعيات، لا احنا يا غادي نشتغلوا كافراد. ما نشوفهاش من هذه الزاويه، لان الا شفناها من هذه الزاويه نقولوا واش ماشي تدني دور الدوله؟ لان هذوك الناس اللي مشاو يعاونوهم شكون هما؟ ديك المغاربه شكون اللي مسؤول عليهم؟ اللي ولكن الدوله. لا احنا الدوله غنخليوها. لا كيفاش نخليوها دابا ملي كنقول احنا ما كنهضروش على الدوله، بغينا نهضروا على الدوله غادي نهضروا على الدوله. احنا هذوك الناس ما جبدوش الدوله، جبدوا بانه احنا ما بغيناش ندخلوا على شكل جمعيات. انا تنقول لك الناس احرار في اختياراتهم. اه ملي كنقول انا كنختار زاويه معينه للتحليل خصني نشوفها كامله بمرجعيتها. اذا كنهضروا على العلاقات كاينه تراتبيه في العلاقات، داكشي علاش انا كنفضل ما نقولش بانه الجمعيات كيقدموا خدمات اجتماعيه، لان الخدمات الاجتماعيه غير مداخل للتنميه، التنميه الحقيقيه ماشي هي انني نقدم خدمه اجتماعيه للمواطن، هذاك مدخل لعمليه التنميه، لان المواطن من المفروض كاينه مسؤوليه اجتماعيه ديال الدوله، لو رول سوسيال دو ليتا. لا انا متفقه معك في هذا الشيء، صحيح هذا الشيء اللي غير باش تكون، لا غير باش تكون الامور واضحه. انا فقط قلت بانه ديك نقلا عن ديك الافراد اللي خدموا قدموا مساعدات وداروا عندهم واحد التواصل مباشر ما بينهم وبين المواطنين، وحنا كذلك دازوا عندنا في اتلانتيك ودرنا حملات ديال التبرع معاهم، لا مزيان، ولكن قالوا ما غادي ندخلوش، احنا ماشي جمعيات، احنا افراد. اذا ناخذوا هشام الدار البيضاء ونشوفوا رايه. سي هشام مساء الخير، مرحبا بك معنا على اتلانتيك. مساء الخير خديجه، تحيه لك وتحيه للضيف ديالك. مرحبا سي هشام. واخت خديجه انا عندي واحد الجواب بسيط للسؤال اللي طرحتي دابا، علاش هذوك الافراد ما بغاوش ينخرطوا في يعني جواب انا شخصي. ربما شفت انا حيت انا متتبع لكم ومتتبع الحملات اللي كيديروا هذوك الشباب، كتكون مبادرات فرديه، حيت انا باعتقادي واحد الجمعيه اذا كان عندها واحد الصيت داخل مجتمع معين بغض النظر على الاهداف اللي راسمها هي ولا الطور يعني الميدان اللي كتشتغل فيه، نعم، كون على يقين ان ذاك الانسان ما غيولي عنده واحد المطمح لانه يدخل ديك الجمعيه ويتاثر داخل ديك الجمعيه ويتوجه انطلاقا من البرنامج اللي وضع البرنامج، حيث اصلا هو عنده هاجس بان هذه الجمعيه خدامه وفعاله داخل مجتمع معين. لان ربما ديك 90,000 ولا 45 اللي ربما قال الضيف ديالك هي اللي مؤثره قانونيا و نعم. إلى هذيك 45 إلى جينا نسألوا مواطنين عاديين ونقول له اذكر لي مثلا شي جمعية اللي أنت كتلقاها قريبة للمجتمع في أي مجال كيما بغات تكون. ربما ما يقدرش يحصل لك حتى ثلاثة ولا أربعة. إذا هنا المجتمع ملي كيكونش ما عندوش بعدا دراية بهاد الجمعيات والأسماء ديالها والبرامج ديالها والأهداف ديالها وحتى الناس اللي كيسيروها. وهذا المشكل شكون يديروا؟ واش هذا تقصير من الجمعيات في حد ذاتها ولا تقصير من وسائل الإعلام حنا اللي ما كنعرفوش بهم ولا المواطن ما باغيش يعرف؟ المسؤولية كتقاسمها الجمعية وكتقاسمها الدولة وكتقاسمها الإعلام، علاش؟ حيت الإعلام ربما إعلام فاتح على هذه الجمعيات وحاول يحتضنها ويعرفها ويعرف الأنشطة ديالها، هذه كتبقى دور ديالو
ومنفاض عليه. الجمعية اش خاصة دير؟ فهي ماشي تسنى وتقول لك لا راه ما كاينينش واحد الابواب ديال الاعلام اللي يمكن ندخلوها، لا راه جمعيات اخرى هي اللي كتاخذ المنح وكتاخذ مبادرة في وسائل الاعلام، هذه ما مقبولاش من الجمعيات. انت ربما كسمعت انا وزملائي وانا كنقول لك راه واضعين ملفات كثير على طاولة ديال بعض المسؤولين باش ناخذوا منحة ولا باش نمشيو نديروا انشطة، ولكن راه ما كاين استجابة. لا، اذا كان عندك واحد الحس جمعاوي داخل مجتمع معين وكانت عندك واحد الرؤيه على انك تحرك المجتمع، تفعل الجمعاوي، يعني منين جاء الجوهر ديال كلمه تفعل الجمعاوي؟ هو تفعيل المجتمع من اجل انشطه معينه، يا اما مبادئ انت باغي تخليها ترسخ في المجتمع، يا اما عادات وظواهر انت باغي تحيدها، يا اما باغي تكون طرف بانك انت توضح بعض البرامج اللي كتوضعها الدوله، انت راك جمعي فاعل جمعاوي كتساهم والدوله راك مأطرك، هذوك مأطرين قانونيا. نعم. اذا هنا كيبان بان راه الجمعيات خاصها عمل مع المجتمع ومع الدوله ومع نفسها. طيب. والتكوين ديال الفاعل الجمعاوي ما عرفتش انا واش عنده تكوين، حيت راه بغيتي انسان يخلي المجتمع ولو ما انخرطش عندي انا بلا ما نجيب داك المنخرطين، بارك الا خرجت للشارع وخليتني نحسسهم بالاهداف ديالي وبالبرامج ديالي وشنو انا المفروض نوصل، راه هو غير هذاك راه انخرط فكريا. طيب. غادي نسولو ضيفنا سي هشام، غادي نشوفوا على مساله التكوين وكذلك كيفاش كيديروا كيستقطبوا، واش هما اللي كيمشيو عند المواطنين ولا المواطن خاصو يجي عندهم من اجل تقديم خدمه ما. شكرا هشام، خليك معنا دائما على اتلانتيك، شكرا لانك اتصلتي بينا. شنو رايك ناخذ سي محمد من الدار البيضاء وعاد نجاوبه وكذلك على هشام؟ سي محمد مساء الخير. مساء الخير اخت خديجه، ومساء الخير ضيف كريم. مساء الخير. انا غير بو انا مهتم بهاد لي سوسيال كونسوماتور، بون كنت كنعيش في فرنسا من 2002. مرحبا. حضرت واحد النهار في واحد المناظره دارتها وزاره التجاره والصناعه، سولتهم قلت لهم واش كاين شي واش يمكن للجمعيات يرفعوا دعوى زعما في ديال كونسوماتور على ستارت كي سباس اون فرونس. قال لك جاوبني واحد النائب برلماني قال لك الا كيلكو بار دون ان تيروار. انا بعطيكم واحد المثال. نعم. في فرنسا على ليبوك كانت كسميتها 50 مليون دو كونسوماتور رفعت دعوى بور اونتون سور لي بري ما بين اونج اس اف ار وبويك، جاتهم دائره ديال 500,000 اورو. ولاش نقول لكم واحد المقاربه اخرى بحال دابا الدول كتسابق باش تكون عندها لاميكليير سين ديسوازيون ما عمرها غتستعملها، يعني الا كانت عندنا حنا الجمعيات عندها الحق ترفع دعوى شحال ديال الشركات غيوليو يحترموا القانون ويحترموا المستهلك لان غيوليو يخافوا من العواقب باش يحتاجوا. بغيت نعرف دابا واش ممكن الجمعيه ديال حمايه المستهلك ترفع دعوى ضد شركه ولا ضد شخص ولا ضد شي حاجه؟ نعم. والسلام عليكم. شكرا سيدي، شكرا سي محمد. وكذلك واش غتلقى الدعم ديال جمعيات اخرى؟ تفضل استاذ بوحدو. انا متفق الى حد كبير شي شويه مع سي هشام التدخل ديالو، لانه فعلا كاين ملاحظات حتى واحد ما كينكرها، غير اللي نبغي نقول هو خصنا نميزو ما بين الجمعيات ديال المدن الكبرى، لانه التصور ديالنا للجمعيات في الدار البيضاء وكذا وكذا ماشي هو الجمعيات في المدن الصغرى او في العالم القروي. ملي كنقولوا المواطنين ما كيعرفوش الجمعيات، المواطنين ما كيديروش، راه حنا كنهضروا على الدار البيضاء لان مدينه كبيره بزاف، ولانه بزاف ديال الظواهر الاجتماعيه فيها وبزاف ديال الحركات الاجتماعيه وبزاف ديال كذا اللي ماشي مرئيين بالعين المجرده، ولكن خاصكم تخلقوا اليات من اجل التواصل في المدن الكبرى مثل الدار البيضاء. ما خصش الواحد عاوتاني يرد كل شيء للجمعيات، خصكم ديروا خصكم ديروا خصكم ديروا خصكم ديروا. وهذا النهار نهاركم. لا لا نهارنا متفقين. نهاركم. غير اللي خصنا نعرفوا بان الجمعيات هما مبادرات مواطنه. المبادره المواطنه خص تبقى فيها الحريه للمواطن، ما خصناش نكلفوا ونثقلوا على المواطن. نعطيك انا مثال بسيط. نعم. الدوله جابت واحد القانون واحد الوقت سميتو 1405 وقالت لك بانه هذا هو القانون المنظم المؤسسات الرعاية الاجتماعية. نعم. بمعنى أنا شخصيا كنت متفق بأن خص قانون تنظم هذه المؤسسات الرعاية الاجتماعية. لأن ما خصش تبقى الأمور فوضوية، لأن فيها مواطنات ومواطنين وعندهم حقوق في هذه الدولة، وكاين واحد مجموعة الأمور خصها تفتر تحملات. ولكن ملي كنقراو دفتر تحملات كنلقاوه كله متجه للجمعيات، وخص الجمعيات تحترم واحد مجموعة المعايير اللي كبيرة بزاف. وبالتالي ملي غتجيب هي هذه الموارد، تصوروا معايا لو ان هاد الناس اللي بشكل تطوعي اليوم متحملين مسؤوليه في جمعيات، تيشتغلوا مع اطفال في وضعيه الشارع، النساء في ضحايا العنف، الاشخاص العجزه، الاطفال المتخلى عنهم، واحد المجموعه القضايا الاجتماعيه بشكل تطوعي وبحس من المواطنه. نتصوروا واحد القضيه سهله جدا،
انه غدا هاد المواطنات والمواطنين قالوا بارك علينا وحطوا السوارت. واش الدوله مستعده اليوم ومؤهله اليوم انها تحل محل الجمعيات في حل هاد المشاكل؟ وانا سؤالي واش ما كاينش مقابل هاد الناس؟ ما كاينش مقابل. هذا هو الاشكال دابا اللي خص الناس يفهموا بان هذا عمل تطوعي. التمويل اللي كيتخاض ما كياخذوش المتطوعين، لان الجمعيه فيها المجلس الاداري والجمعيه العامه ديالها اللي هما متطوعين. بحال دابا الحاله ديالي انا والحاله ديال واحد المجموعه ديال المواطنات والمواطنين، حنا متطوعين بوقتنا، متطوعين بكفاءتنا، متطوعين بوسائلنا، متطوعين بفلوسنا. مزيان اللي ذكرتي هذه النقطه وغادي نوقفوا عليها لو سمحتي، لان غادي نرجعوا لها من بعد نشرات الاخبار مع مراد بابعه. غادي نشوفوا هذه المساله هذه، واش هاد المتطوعين اللي كتقولوا عليهم يعني شنو المحفز اللي كيخليهم كيخدموا في الجمعيات؟ خليكم معنا، ورقمنا هو 0522 95 36 70 او 05 22 95 36 80. لحظات وغنرجعوا، خليكم معنا على الاتلانتيك. اتلانتيك لو غران ديريكت على الرقم 05 22 95 36 70. مرحبا بكل من التحق بنا على أتلانتيك في لغون ديريكت، مواصلين معكم هذه الحصة إلى حدود الساعة 8:30. كيحضر معي دائما الأستاذ مصطفى بوحدو، رئيس الفضاء الجماعوي وعضو مجموعة نداء الرباط. سي بوحدو، قبل ما ناخد حسام المحمدية اللي كان نتفضل أنه يبقى معنا، نجاوبه بالنسبة للتمويل، نقطة مهمة خاصنا نوقف عليها. بالنسبة للجمعيات، واش كتستفد أولا من التمويل؟ شحال نسبة التمويل؟ وكيفاش هي اللي قلتي بأنه الموظفين أو الأعضاء ديال الجمعية ما كياخذوا والو؟ اللي قلت هو انه الجمعيه مكونه من جوج الانواع ديال الموارد البشريه. كاين الاعضاء المؤسسين والاعضاء اللي كيشكلوا الجمع العام ديال الجمعيه والاعضاء اللي كيشكلوا المجلس الاداري. هادو متطوعين. وكاين العاملين اللي كيمكن الجمعيه تشغلهم بعلاقه بعقد ديال الشغل اللي كيخضع للقانون القانون القانون الشغل. هادوك موظفين ديال الجمعيه اللي كيتقضاو أجر. ولكن العمل ديال المتطوعين كله هو عمل مجاني، بحال مثلا كاع التدبير ديال الجمعيات هو تدبير ديال مواطنات ومواطنين. اذا الحب هو اللي كيخليهم، ماشي الحب شنو كيخليهم انهم يخدموا بدون هذا؟ الحس بالمواطنه والرغبه ديال المواطن والالحاح ديالو والالتزام ديالو على لا بغينا نقولوا تطوير واحد راس مال قيمي. هذا راس مال القيمي مثلا انني انا اؤمن بالديمقراطيه، انضميت لواحد المجموعه ديال الاخوات والاخوان اللي كيامنوا بالديمقراطيه وبغينا ننميو هذا راس مال ديال الديمقراطيه. كان امن بالمساواه، بغينا ننميو هذا راس مال ديال المساواه. كان امن بحق الانسان، بغينا ننميو هذا. طيب التمويل اللي كتعطي الدوله او الميزانيه المخصصه للعمل الجمعوي واش ما كيكفيش ولا قليل؟ انا تنظن الميكانيزمات اللي وضعت الدوله اليوم هي لا بغينا نقولوا معروفه. عندنا المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، عندنا وزارة التنمية الاجتماعية، عندنا التعاون الوطني، عندنا الجماعات المحلية. هادو جهات معروفة كتعامل مع الجمعيات وكتمول الجمعيات. لكن السؤال اللي كيطرح هو أن هاد الميكانيزمات الموضوعة عندها تصورها وعندها سياستها، وخص الجمعيات يتسجلوا داخل سياستها، كيولي التمويل هو أداة لتنفيذ السياسة الرسمية ديال هاد المؤسسات. كيرسم هو السياسة وكتولي أنت بحال كتشتغل داخل لا بغينا نقولوا بواحد دفتر تحملات معين. في حين أن العمل الجمعوي ما خصوش يكون عنده قيود من هذا النوع. العمل الجمعوي خص تكون عنده الحريه ديال المبادره، وخص يكون عنده الحق ديال انه يمشي في اتجاهات غير الاتجاهات اللي داخلين في سياسات رسميه حكوميه كذا كذا، مع انني ما كنقولش ان هاد السياسات قباح، ماشي هذا هو القصد. ولكن من غير الدوله كاينين هبات من طرف منظمات عالميه، كاين انا هضرت على التمويل العمومي. كاين التمويل اللي بغينا نقولوا الجهات ديال اللي بغينا نقولوا التمويل الخاص او التمويل الخصوصي. التمويل الخصوصي ولا التمويل حتى اللي بغينا نقولوا البيلاترال. كاين التمويل البيلاترال اللي ما بين دوله ودوله، اللي كيجي عن طريق السفارات وعن طريق بعض المؤسسات بحال لوسايدي بحال لاكدي بحال لاجيكا بحال كذا. وكاين التمويل المتعدد الاطراف اللي كيجي بحال من الاتحاد الاوروبي. وكاين عاد التمويل اللي كيجي من لي فونداسيون، من المؤسسات الكبار بحال لا فونداسيون بيل غيتس، بحال لا فونداسيون فورد، بحال واحد المجموعه ديال لي فونداسيون. وكيجي من القطاع الخاص،
بحال دابا في المغرب عندنا سي دي جي، عندنا لا فونداسيون ديال لا بنك بوبولار، عندنا لا فونداسيون، عندنا واحد المجموعه ديال لا فونداسيون محمد فيش محمد فيش غادي ندقدقه. انا كنظن زعما هاد التمويل حضوره مزيان، غير هو ما كافيش وما تياخذش بعين الاعتبار كافه الجوانب اللي خصها تدخل. واخا سيدي حسن من المحمدية، مساء الخير سيدي، مرحبا بك معنا على الاتلانتيك. Oui, bonsoir Anna. Bonsoir Sidi. Monsieur Mihalima, donc je suis président de l'association La Casbah Mohamedia. Non. Je suis désolé, hein, je vous parle en français, mais bon. Monsieur Mouchkila Sidi, marhaba. Moi, tawassoulikoun. Voilà. Donc en fait, oui, non, je suis tout à fait d'accord avec monsieur lorsqu'il parle effectivement de bienveillance et éventuellement de d'association courageuse au Maroc. Mm-hmm. Il y a quand même un gros souci, c'est que moi, je suis président d'une association, nous nous occupons d'enfants en situation rue et en difficulté, et de familles en difficulté. Nous existons depuis plus de 14 ans. Uh-huh. Et malheureusement, on a un mal fou à trouver des éducateurs. Il faut savoir que chez nous, les éducateurs sont rémunérés, uh-huh, sont déclarés à la CNSS toujours, que nous essayons d'année en année de monter en compétences. Uh-huh. Et malheureusement, jusqu'à présent, au Maroc, nous n'avons pas un fonds, je dirais, d'éducateurs formés qui soient capables de nous donner satisfaction. Alors, c'est très simple. En fait, là, les Kantlbo, essentiellement, c'est un statut. Parce que pour commencer, on ne peut pas faire travailler des gens et les former comme ça sur l'État. Uh-huh. Donc, le minimum qu'on puisse faire, c'est d'avoir des éducateurs formés. C'est possible. Uh-huh. Ça se fait partout dans le monde. Je vois vraiment pas pourquoi on peut pas le faire ici chez nous. Alors, on est capable de construire des centres pour accueillir soit des enfants, soit différentes associations à travers le Maroc, non, mais on est strictement incapable de monter des ressources en compétences. Et ça, c'est un gros problème parce que on peut pas monter une société civile et une cohésion sociale avec du bénévolat. Ça n'existe pas, c'est pas vrai. Il faut des organismes, il faut des gens qui soient capables d'écouter la population, il faut des gens qui soient capables de donner une réponse à leurs problèmes. Quand vous accueillez une maman qui se retrouve à la rue avec deux gamins, ce n'est pas votre bonne volonté qui va la sauver. Il faut trouver une solution pour les enfants. C'est Hassan, واش لان ما لقيتوش هاد الناس المكونين، واش عندكم مبادره وتقلبوا على ناس او ديروا اعلانات للناس اللي ممكن انهم يجيو لعندكم بواحد؟ On le fait toute l'année. Je vous assure que, franchement, on a à peu près... Moi, j'ai en permanence 5 éducateurs rémunérés et on a toujours une dizaine de stagiaires. À Mohamedia, on gère à peu près une centaine de familles et on a à peu près 5 enfants qui sont présents sur la vie. On a des stagiaires. طيب سي حسن، شكرا لانك اتصلتي بنا، وغادي نرجعوا هذا الموضوع هذا مع سي بوحدو. شكرا لك، خليك معنا دائما على اتلانتيك. توفيق الان من مكناس، مساء الخير سي توفيق، مرحبا بك معنا. اهلا لله. مساء النور. انا بصفتي رئيسي ديال واحد الجمعيه كنتصل بكم. مرحبا. وغيت نقول انا بحال دابا عندي واحد التكوين في بيئي ياك، وكون جمعيه بيئيه وخرجت نخدم. نعم. ولكن لقيت بان الجمعيات كلهم تخدموا في البيئه بدون تكوين، بدون تأهيل. المهم العمل عندهم مناسباتي. نعم. هذا مشكل. المشكل الثاني اللي بغيت نتطرق له انايا مع الاستاذ اللي معكم، نعم، هو التحايل ديال الجمعيات على الدوله. نعم. او لا على الماليه العامه. كيفاش التحايل؟ اشرح لنا. انا غادي نشرح لك كيفاش. نعم. التحايل. دابا كاينه جمعيات تكون فيها 7 ديال الافراد. هاد 7 ديال الافراد تيديروا دي بليزيور كومبينيزون، هما فامي وحده. اييه. دي مومبر ديال فامي وحده. تيديروا بليزيور كومبينيزون، اليوم رئيس هنا وغدا كاتب عام وفي جمعيه اخرى، وتيديروا بزاف ديال الجمعيات. تصوري 7 الناس يعطوك شحال ديال الجمعيات. وهاد الجمعيات تيمشيو مع التيار السياسي اللي رابح، دائما رابحين هما. ياك. وتياخذوا واحد المنحه اللي كتقل من 50,000 درهم، اذن الافتحاص ما تيكونش عندهم. ياك. وتصوري هاد لا فامي، اون فامي ديال 7 ديال الناس كيديروا لك هاد الجمعيات، وتياخذوا تقريبا اقل ما تياخذوا 40,000 درهم. نعم. وتصوري انت ضربيها في 7 وضربيها في شحال ديال العدد ديال الجمعيات، هذا مدخول ديال عائله وحده. انا تنقول لك هاد السي كاين في المغرب كامل هاد التحايل. ياك. ولكن انا ما كاينش الافتحاص. انا كنتمنى بس ان دابا ملي كاين دابا هاد الوزاره اللي عاد مكلفه بالمجتمع المدني، تصدي واحد الافتحاص على هادوك الاعضاء ديال المكاتب.
لان اعضاء المكاتب راه مشكل فيهم وراه تيخلقوا واحد القانون مهم بزاف زعما انا تنسميه تحايل. طيب توفيق شكرا لانك تسمحتي بنا، شكرا على المشاركه ديالك، بارك الله فيك سي توفيق. شكرا. ناخذ محمد من دار البيضاء وغادي نجيو باش نجاوبوا على هذه الاسئله كامله. سي محمد من دار البيضاء، مساء الخير سيدي. مساء الخير لالا. مساء النور، مرحبا، تفضل. مرحبا لالا. دونك انا بغيت نتقاسم معكم مجموعه ديال النقاط اللي متخلصه متعلقه بالموضوع ديال اليوم. إلا سمحتوا ربما غنرجع شويه للور. نعم. هو بالنسبه للمجتمع المدني ما تنقصدوش به فقط الجمعيات. بحيث بانه في التعريف ديالو هناك الصدى تيرجع الصدى ديال الصوت ديالي الا كان ممكن، ما عرفتش علاش. لا حنا كنسمعوك بشكل جيد السي محمد. نعم. كنسمعوك بشكل واضح مزيان، تفضل. داكو، دونك بالنسبه للتعريف ديال المجتمع المدني ما يقتصرش على الجمعيات، فهنا كتنظيمات اللي هي نقابيه، كاين تنظيمات اخرين، كاين جمعيات اللي تدافع على قضيه معينه او انها تتقدم خدمات. نعم. هذا كتوطئ الموضوع. فيما لا يتعلق ب كما تنقولوا بالعمل الجمعوي في المغرب، فانا في التصور ديالي على حساب التجربه ديال عشرات السنوات، كاين المشكل في الديمقراطيه التشاركيه على مستوى الانشاء ديال الجمعيات، شكون اللي كينشاها؟ نعم. بحيث انه حتى بالنسبه ليدونتيفيكاسيون ديال لي بوزوا، يعني الحاجيات، بانه في التصور ديالي خصها تنبع من القاعده، بحيث انها تتخلق حاجه عند الجمعيات باش يمكن لها تنظم، او عند الساكنه باش يمكن لها تنظم في اطار تجمع او تنظيم محدد الهدف، ماشي انه شخص كاريزماتي عنده فلوس او عنده علاقه مع الدوله او توجه سياسي اللي هو يخبي وتنشئ الجمعيه. طيب. وبالتالي بشكل من الاشكال فالقضيه او الهدف فهو تيكون موجه اكثر ما انه تعبر على حاجه ديمقراطيه ديال ساكنه معينه تتنظم الجمعيه. طيب سيدي. هذا من جهه. نعم. من جهه اخرى حتى بالنسبه للدوله الحاليه او بالنسبه للتنظيم الحالي ديال انشاء الجمعيات او المسطره القانونيه تتساهم في تكريس واحد الوضع اللي هو غير مهني واللي ما تيخليناش نحققوا الجوده. تنشرح، هو ان بالنسبه للمسطره ديال الانشاء يمكننا تنقلوا من هب ودب، هي حريه الانشاء، حريه خلق جمعيات، ولكن ماشي ان جات المبادره الوطنيه للتنميه البشريه تم تفريق جمعيات. لا، تكون مساله اللي منظمه في يعني في واحد الوجهه ديال انه يمكننا نخلقوا اقطاب اللي كتكون ابي لي كومبيتونس ولا دي بول دو كومبيتونس اللي يمكننا ان يكون عندنا جمعيات كفؤه عندها تخصصنا يمكن لها تلعب الدور ديالها بحريه وبديمقراطيه. طيب سي محمد لا واضحه الفكره ديالك وغادي نناقشوها مع ضيفنا. شكرا لك سيدي محمد على المكالمه، خليك معنا على اتلانتيك. نبداو بسي حسن من محمد، تفضل استاذ بوحدو. هو فعلا التدخل ديال السي حسن مهم جدا. نبغي نقول له بان ودي صبري، لو بينيبولا ني با سوفيزون بور بوفوار ريبوندر à une situation donnée, mais il faut se dire qu'effectivement, si on veut professionnaliser le travail et avoir une organisation professionnelle, il faut qu'on ait les deux. Il faut qu'on ait d'abord les femmes et les hommes convaincus qu'ils sont porteurs et porteuses de la question, parce qu'apparemment, son association travaille avec des enfants en situation difficile, soit d'handicap ou autre. Et il faut qu'il y ait d'abord cette volonté chez les gens. Il faut qu'il y ait des femmes et des hommes convaincus qui vont porter ce projet. Mais par la suite, comme il l'a si bien précisé, il faut qu'on ait des professionnels, des femmes et des hommes. Mais c'est bouhdou, واش ما يمكنش تكون واحد التعاون ما بين الجمعيات كامله؟ مثلا انت كرئيس الفضاء الجمعوي ممكن انك مثلا تشوف السي حسن الحاجيات ديالو في هذا المجال هذا وتمدوا بيد المساعده، واش ممكن؟ هذا اشكال كبير اللي كيطرح السي حسن، اللي ماشي جديد في الحق على المغرب. انا كنتذكر بانه في عهد الحكومه اللي كان فيها السي الهروشي الله يرحمه كانت تطرح هذا السؤال ديال لو ستاتيو دو ترافايور سوسيال، لان في المغرب ما عندناش ستاتيو دو ترافايور سوسيال، وبمعنى انه ما يمكنش للشابات والشباب اللي بادين حياتهم يختاروا هذا المجال باش يديروا فيه اون كارير، لانه السقف ديالو محدود. نعم. وبالتالي ما كاينش الاستثمار فيه. اذا الدوله حتى اليوم مطروح عليها بالحاح انها توجد ان ستاتيو باش الناس يمكن لهم ينخرطوا في هذا المجال ويمكن لهم يشتغلوا فيه، لانه كل واحد فينا كتحكموا حياته، كل واحد فينا بغى يطور حياته، كل واحد بغى تكون عنده عائله، كل واحد بغى يكون عنده موارد، كل واحد عادية جدا وإنسانية جدا. ولكن فاش كنشوفوا النموذج الأوروبي كنلقاوهم في هذه المجالات هذو فاتونا، علاش؟ لأنه دايرين نظام معين. ماشي غير في هذه المجالات في الحقيقة، فاتونا بزاف. ما نقارنوش ما
خصوصا في العمل الجماعي ما نقارنوش مع اوروبا. انا تنظن زعما نبقاو غير في حدود المغرب. عندنا معهد واحد لحد الساعه اللي كيكون هاد لي زاجون دو ديفلوبمون هو لي ناس اللي كاين في طنجه, ولكن ما فيش كاع التخصصات, لان ايفيكتيفمون كاين بعض التخصصات اللي غير موجوده في المغرب اطلاقا. واخا بحال عندك في المجال ديال التعامل مع الاطفال التوحديين كاين دي زيدوكاتور سبيسياليزي اللي خصهم يشتغلوا بتقنيات معينه, بمعرفه معينه, بواحد الخبره معينه. خاصه هذا المجال اللي كيدوي عليه السي حسن فيه دي سبيسياليتي بوينتو. وكنعرف بالنسبه لهاد المرض التوحد دي مامون اللي هما كيعايشوا الاطفال ديالهم هما اللي ولاو رئيسات جمعيات وهما اللي يقدروا. دابا هذا هو اللي قبيله انا تنهضر عليه فعلا. اللي كنهضر هذا هو اللي قبيله انا كنهضر عليه. الدوله عندها مسؤوليه اجتماعيه. دابا بعض المرات في بعض الحالات كنخليو الناس منهم المشاكل, كنخليو الناس منهم, كنسامحو فيهم منهم المشاكل, وهذا غير معقول. هذا هو اللي كيخلي واحد المجموعه ديال المواطنات والمواطنين بحال السي حسن انه ما يتحرك, انه يدير شي حاجه باعتباره مواطن. ما غاديش نقول له انا يا السي حسن واش كتخلص. انا اكيد واخا نعطيه اللي عطيته يمكن ما يقدوش واخا نخلصو كاع ما يقدوش. خص يكون عندنا هذا الوعي بان الجمعيات كيلعبوا دور اساسي وحيوي في المجتمع. أكيد. وبالتالي خص الدوله على الاقل يكون عندها ما يكفي من اتساع في دماغها باش تستوعب هذا الدور. لحقاش اليوم نقاشنا ديال اليوم ماشي حتى على الوسائل, نقاشنا غير على ان واش نكون او لا نكون. نعم. لانهم اللي كتشوف باقي يتعامل مع الجمعيات كانهم موضوع ديال الاشتغال ماشي فاعلين. كتولي تقول فين حنا. عندك الحق. فين حنا من حقوق الدستوريه, فين حنا من اذا هذا هو المرحله اللي كنمروا منها اليوم. نعم. بالنسبه للسي توفيق انا كنعتقد بانه كلمه التحايل على الدوله شويه كبيره, شويه ثقيله وكبيره. كيف ما قلت قبيله هو فعلا كاين واحد المجموعه ديال الناس اللي لقاو هذا المجال ديال الجمعيات باش ينتعشوا فيه وباش كذا. فيهم اللي من وسط اجتماعي متواضع وكينتعش, وفيهم من الناس اللي من عائلات كبار ومدايرين جمعيات ومدايرين كذا, وكعاود كينتعشوا بطرق اخرى. اما كتعطيهم واحد ان ستاتيو سوسيال, كتعطيه واحد المكانه اجتماعيه وكذا, اما كتعطيه امكانيات اخرى. ولكن اللي اساسي حنا بالنسبه لنا هو كيف ما قال حتى هو ان ملي كنهضروا على المجتمع المدني, المجتمع المدني ماشي وضع قانوني, سوني با ان ستاتي جوريديك. المجتمع المدني هو هويه, بمعنى واحد المجموعه ديال التوابيت, واحد المجموعه ديال القيام, واحد المجموعه ديال المبادئ. شكون اللي كيعمل بها؟ عندك مبدا الديمقراطيه, مبدا الشفافيه, مبدا الحكامه, مبدا المساواه, مبدا حقوق الانسان, مبدا العداله الاجتماعيه, مبدا الكرامه, واحد المجموعه ديال المبادئ. شكون اللي كياخذ بها؟ لان اليوم غير اللي خدا التوصيل ديال القيد كيعتبر راسه مجتمع مدني, وهذا اشكال كبير في المغرب. طيب بالنسبه لانشاء الجمعيات اللي ذكر ليها محمد من الدار البيضاء, وهذه النقطه هذيك كذلك يركز عليها في بالنسبه للحوار, شو ممكن تقولنا على الانشاء ديال تاسيس الجمعيات؟ نعم. انا قلت قبيله, وتنظن هذه قناعه ديال واحد المجموعه ديال المواطنات والمواطنين اللي كيشتغلوا في هذا المجال. هذا مجال ديال المبادرات. حنا كنطالبوا دائما بانه حتى ذاك التصريح عند 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 القائد ولا عند السلطات المحليه ما عندوش معنى. تنطلبوا باش انه الجمعيه تاسس. اللي بغى ياسس جمعيه ياسها, ولكن في نفس الوقت خص يكونوا اجهزه ديال المراقبه. نعم. اجهزه ديال التخليق. نعم. اجهزه ديال الحكمه, اجهزه ديال كذا, باش تمشي بعيد وكذلك تكون نافعه. لا, باش التخليق ديال هذا المجال فعلا, باش ماشي اي واحد اللي عنده اغراض غير الاغراض اللي بغينا نقولوا النبيله انه يستثمر في هذا المجال. طيب ناخذ محمد من الحوز. مساء الخير سي محمد. مساء النور. مساء الخير. مساء الضيف الاستاذ الكريم اللي فعلا نورتونا, ودائما هذه العاده ديال راديو اتلانتيك. الله يبارك فيك. اسمح لي نجمعهم بطبيعه الحال, وثقافه ومسؤوليه, وكتجي المحاسبه والمساءله ديال الضمير بينه وبين المواطن, لانها قوه مواطنه اقتراحيه وتطوعيه مستقله على جميع التيارات السياسيه, باش ما تكونش من فعلها كما قال الاستاذ, خصنا الفعل العمومي. ما غاديش ناخذ السياسه هكا يعني كموضوع عشوائي ارتجاع, خصنا نشوفوا نزلوا للميدان اش تحقق. وانا غادي نهضر في واحد الجانب ديال بصفتي ندير وكيل عام ديال مجلس الاتحادات. سريعا سي محمد, الله يخليك, ما بقالناش الوقت. خصوصا
فيما يخص ثقافة يعني السكان الاقتصادي اللي الشيف تاع اللي دخل هذه 10 سنين لبلادنا خصوصا في مدينة مراكش صحة التعبير، هو أننا لقينا بزاف ديال العراقيل ماشي مسألة تنظيمية أن تأخذ الفصل من القايد موقات ومن بعد كيجيك الرسمي من المحكمة، في حين أن أي مجموعة أفراد عندها أفكار نبيلة رؤية التفتيش والنظر فوسطيا أو غيرها هو أنهم خصهم يتنظموا قانونيا. هذه مسألة مفروغة منها أستاذ، قد نتفق عليها من حيث الشكل من حيث المضامين، هذه المضامين والاستراتيجيات والفعل الميداني هو الأهم. أشنا هي القيمة المضافة اللي خلقنا بهذه الجمعية من أجل إسعاد المواطن الصالح؟ طيب باش نجاوبك سي محمد خاصنا نوقفوا في هذه النقطة هذه، شكرا لك لأنك اتصلتي بنا، غادي يجاوبك سي بوحدو الآن تفضل. سلام. أنا غير نقول لسي محمد بشكل بسيط، هو هو من الحوز يشوف غير العدد ديال الجمعيات وشحال ديال المواطنات والمواطنين تيشتغلوا معاهم في مجال محاربة الأمية وغادي يعرف شنو هي الفائده. غير هذا العدد ديال شحال بلا ما نهضروا على المجالات الاخرى. هذه الحصه اليوم في جوج كلمات شنو ممكن تقول لنا على كذلك على الحوار الوطني بالنسبه للمجتمع؟ انا تنظن بان هذا هو اللي مهم جدا اليوم. اللي خصنا نعرفوا بان ودي هذه الجمعيات ديال اليوم ديال نداء الرباط ما كتقطعش الحوار، بالعكس هي اللي كانت تطالب بالحوار وكانت دائما وراه وحوار بناء. اللي كتقطعوا وما ما كترفض انها تزكيه هو اشكال اللي تاسست بها واحد اللجنه واللي تنعتبروها اشكال غير ديمقراطيه، اشكال اللي ردتنا ما قبل الدستور. تعامل معكم كجمعيه فاعله، تعامل معنا كفاعلين ديال السياسات العموميه وليس كموضوع السياسات العموميه. طيب وكذلك حتى المكالمات ديال اليوم برهنات بانه كذلك الجمعيات في المغرب عندها واحد الجسم فاعل في المجتمع. احنا ما يمكننا الا كنزكيوكم. شكرا لك على الحضور سي مصطفى بوحدو رئيس الفضاء الجمعوي وعضو مجموعه نداء الرباط. كنعتذر لسعاد من دار البيضاء لان المناسبه اللي عطيتوني. شكرا سيدي مرحبا. كنعتذر لسعاد من دار البيضاء لان ما دازش معنا وكنشكر وفائكم. نلتقي ان شاء الله الاسبوع المقبل، نهايه اسبوع موفقه. وكنقول الان مساء الخير مجددا لشعيب حمادي.